اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا نقطه تماس على اون لايف، معاكم يوسف الحسيني. في حاجه مهمه جدا احب ان احنا بس نشير ليها في بدايه البرنامج، هي متعلقه بمحكمه جنايات القاهره واللي وصلت برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي فض الاحراز في محاكمه رجل الاعمال الاخواني الشهير حسن مالك و23 اخرين بينهم حوالي 13 واحد هربانين في اتهامهم بالاضرار بالاقتصاد القومي. الحقيقة أنا مش عايز أتكلم على المحكمة أو المحاكمة وما إلى ذلك، ولكن عايز أتكلم على أحراز القضية. أحراز القضية كان فيها حاجة مهمة جدا، ملزمة. هذه الملزمة ليها عنوان: دور المكاتب في التصعيد الثوري شرطة اقتصاد. سيبك من المكاتب والتصعيد الثوري وكل الكلام إياه بتاع الإخوان وتصعيد ثوري وتصعيد متنايل على عينهم، دي قصة ملناش دعوة بيها دلوقتي خالص لأنها إدمت بالنسبة لنا يعني. المهم بالنسبة لي اقتصاد. بيدور محور هذه الملزمة على ايه؟ على اللي للأسف الشديد في كثير من الناس، بعضهم بيبقى كاتب، بعضهم بيبقى محلل، بعضهم بيبقى شخصية عامة ومرموقة وليها مننا احترام، بيتبنى الفكرة عن دون قصد منه، مش قاصد بس بيتبنى ما يدور. بيتبنى ايه؟ بيتبنى خلق المناخ الممتلئ بالتشاؤم والسواد حول المستقبل الاقتصادي في بلادنا في مصر. زي ايه؟ في ملزمة او في الحرز بتاع او الملزمة التي حرزت في هذه القضية هتلاقي كلام كتير على مسألة افلاس شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام. هتلاقي كلام كتير، ده هم اللي كاتبينه بالمناسبة، على انه كل اولئك طبقا لتعبيرهم داعمي الشرعية لما يقعدوا في اي مكان عام، في مواصلات، في غيط، في مصنع، في غيره، يتكلموا في هذه الاماكن على سوء الاوضاع الاقتصادية. يتكلم مع مواطنين ويتكلم مع سواق التاكسي، سواق الميكروباص، يتكلم مع كمساري الاتوبيس، يخلق مناقشة على سوء الحوالي الاقتصادية، انهيار الوضع الاقتصادي، يا عم دي باظت، يا عم دي خربت، فيخلق اللي نسميه بالانجليزي كده يقولك word of mouth، في كلام أصبح رط رط رط. الكلام ده بيتحول إلى حالة من حالات العدوى، فتبدأ أنت وانت بتسمعه ومن خلال المناقشة تبدأ تتبناه. الحقيقة للأسف الشديد هو ده اللي بيحصل في أي حاجة في الدنيا. يعني لو أنت عاوز تروج لشيء ما، يعني خلي بس، يعني حتى كان في علم خدمة العملاء كده فيقولك أنه الإشارة الجيدة منك لو أنت بتشتغل في خدمة العملاء تؤثر في 5 عملاء آخرين. حلو ده لو انت موظف خدمة عملاء وكل واحد فيهم بيأثر في 5 آخرين، فبيحصل عندك ايه؟ حالة التسلسل العنقودي ده، كويس؟ او البترفلاي افكت، تأثير الفراشة. الفراشة بجناحها الرقيق ده بتحرك الهواء في حتة تانية من العالم يتحول الى اعصار. ده اللي تبنوه الاخوان او تبناه تنظيم الجماعة غير المباركة، فكرة ان هو يخلق رطرطة. طيب، وحديث بمجموعة من اللزمات والمصطلحات المعينة، يعني عليه العوض ومنه العوض، البلد ضاعت، احنا لازم نهاجر ونسيب البلد دي، يا راجل ده بقت البلطجة في كل حتة، ده عندنا في الشارع خطفوا البت قدام ابوها واخوها وجوزها ومش عارف ايه، يا عم ده كسروا المحل وخدوا كل اللي فيه ومفيش البوليس لسه مجاش، يا راجل ده مش عارف ايه اتحرق. وبالمناسبة انت مش هتلاقي اي حاجة من هذه الاحداث لو انت منتبه قوي، يعني مش هتلاقيها موجودة في أي جريدة ولا في أي برنامج. يقولك ما بيقولوش عنها حاجة. الله، ما هو لو الحدث عظيم وعمارة واثنين وثلاثة ولعوا والمطافي ما جاتش لحد ما العمارة وقعت من الحريقة، ومش عارف البنك اتسرق ودخل اللصوص المسلحين، فيلم أمريكاني، يفضلوا شغالين بهذا الشكل، فبيخلق كلام رطرطة، فانت تبدأ تحكي في محيط أسرتك وزملائك وأصدقائك وفي القعدة على القهوة، فتتحول الحكاية إلى شائعة تنتشر انتشار النار في الهشيم. أكتر حاجة كانوا مهتمين بيها هي مسألة الشائعات على الحالة الاقتصادية وتدهور الوضع الاقتصادي والأسعار النار وما إلى ذلك. طيب هتيجي تقولي الأسعار عم يوسف يعني ما غليتش؟ غليت. هتيجي تقولي بس هو الوضع الاقتصادي كده منهار، هقولك مفيش بلد وضعها الاقتصادي بينهار تخفض سعر الفايدة أبدا أبدا. ده لما الاقتصاد كان بعافية قوي اترفعت اسعار الفايده على الادخار وعلى الاقراض. حلو، عشان احاول الم نقد وادخله جوه الهيئات المصرفيه حدوته كده، يعني نبقى نحكيها بالتفصيل وعلى رواقه ونشرحها واحده واحده.
لكن لما يبدأ الحال بتاع الاقتصاد يتعدل ألف به اقتصاد، عاوز تعرف إشارة هتلاقي أسعار الفايدة عمالة بتقل. هضرب لك سطهالك على رأي عمنا حسن حسني، هو سعر الفايدة على الإقراض في أوروبا قد إيه مثلا، أو في أمريكا في الرهن العقاري مثلا، هتلاقيها لا تتجاوز لغير الأوروبيين أو غير الأمريكان لا تتجاوز 3.7% مثلا. طيب وسعر الفايدة على الادخار في الأغلب في البنوك الأمريكية صفر. ليه؟ اقتصاد قوي، أقوى اقتصاد في العالم، أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي سعر الفايدة على الادخار صفر في أغلب البنوك. بعض البنوك بتروح عاملة 1.25 سعر فايدة على الادخار. حلو، كذا الحال في دول الاتحاد الأوروبي أو في أغلبها يعني، بالذات الاقتصاديات الكبيرة اللي زي ألمانيا على سبيل المثال. فلما انت تنزل بسعر الفايدة ده معناها ان الاقتصاد عمال بيتعافى شيئا فشيئا رويدا رويدا. يبدأ يشتغل على إشاعة، الحق يا عم الحكومة بتبيع البلد للإمارات، الحكومة بتبيع الحق، ده بيبيعوا البلد لليهود، الحق هيبيعوا البلد لإسرائيل، الحق ده مش عارف هياخدوا جزء من سيناء ويعملوه. طيب الكلام ده لو انت تتذكر بيتقال تحديدا من سنة 2014، يعني مع بدء فترة الحكم الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، طلع الكلام ان احنا بنبيع البلد للامارات فما حصلش حاجة، الورق اتبعت للامارات وبرضو ما حصلش حاجة، يعني ما اتبعتش فيش حاجة، كلام لا اساس له من الصحة. الهرم ده طب زي ما كانوا بيعملوا ايام مرسي عاوزين يبيعوا القطر، الهرم هيتباع ما حصلش حاجة، الحق ده هياخدوا حتة من سيناء وهيدوها لفلسطين فما حصلش حاجة، بل بالعكس يعني العكس هو اللي حصل، وهكذا. فيبدأ يخلق شائعة تحاول تزيد وتتزايد قدر الإمكان، فيحاول يفقدك الثقة في أي خطوة بتتعمل. ولن يذكر لك على الإطلاق أنه مثلا على سبيل المثال زي النهاردة أسعار اللحوم والدواجن مستقرة عند أسعار 1-2-3-4، لو أنت عاوز تزيد أرهالك يعني، بس عشان أنا عايز أجري عشان وقت البرنامج، بعد إذنكم، هو سعر البيض نزل 2 جنيه في طبق البيض تقريبا، نزل 2 جنيه سعر طبق البيض تحديدا يعني في بورصة الدواجن. فمش هتلاقي الإخوان أو اللي بيتبنى هذه الأفكار عن غير قصد منه يتحدث في هذه المواضيع. ليه؟ لأنها غير مطروحة، لا يتحدث عنها أحد، بما فيها احنا للأسف الشديد ما بنتكلمش على ده، ما بنتكلمش على لقمة عيش الغلابة. طيب ايه اللي وصلنا له؟ اللي وصلنا له انه في النهاية هذه الجماعة غير المباركة كانت تعمل على ترويج شائعات، ولقوا انه الانسب لمجتمعنا بكل ظروفه هو ترويج شائعات اقتصادية عن انهيار الاقتصاد في مصر.